من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين وبناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، وافق مجلس الوزراء على هذه الحزم والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الحزمة تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه ل 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو 8 مليارات جنيه. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزم تشمل كذلك دعما ماليا للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 من يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة. ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 من يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات. وأوضحت وزارة المالية أن حزمة الحماية الجديدة تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي بمقدار 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو 8 مليارات جنيه. واستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لعشرة ملايين ونصف المليون أسرة حتى 30 من يونيو المقبل بتكلفة إجمالية سنوية 8 مليارات ونصف المليار جنيه. كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 من يونيو المقبل بتكلفة سنوية 3.8 مليار جنيه. وأكد عدد من الخبراء أن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي تأتي في إطار دعم الطبقات الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية ومراعاة لظروف المواطنين. وأكد آخرون أن اتخاذ هذه القرارات بعد ساعات من إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي يؤكد جدية الدولة في تفعيل كل مخرجات المؤتمر، مشيرين إلى أن القيادة السياسية تحاول دائما التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا. نتناول معكم في حلقة الليلة فكرة الدفع الاجتماعي بالمواطن المصري، محاولة مساعدة الدولة للمواطن المصري، وهو جزء أصيل من التزام الدولة تجاه المواطنين. ولكن فكرة الرعاية الاجتماعية للمواطنين هي فكرة قديمة وموجودة، ولكن كانت لسنين طويلة متهمة أنها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات والالتزامات المطلوبة من المواطن. وما لبثت الدولة أن أخذت العديد والعديد من الخطوات في هذا الإطار، ولكن مع كل خطوة كان يثور نفس التساؤل: هل وصلنا إلى المقبول أو الواجب أن يكون عند هذا الحد أم نحتاج إلى المزيد؟ وكانت الإجابة: لا، نحتاج إلى المزيد من رعاية المواطن. حزم الحماية الاجتماعية في مصر كثيرة ومتنوعة، حتى إن البعض ربما لا يعرف أسماء بعض برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، بدءا من التغذية المدرسية وحتى تكافل وكرام. كل هذه تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطن. ولكن أيضا ومع التطور الأخير، فكرة 300 جنيه ليزيد الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، هذا جزء من فيض واسع تقدمه الدولة يوميا وشهريا للمواطن المصري. إلى أي مدى هذا أمر كافي؟ نعود ونطرح نفس السؤال، ولكن نزيد عليه: كيف نصل إلى ما هو مأمول؟ ضيفي الكريم في الاستوديو الأكاديمي دكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا نورتنا أستاذ عاصم وبأهل مزبير وجميعا. أهلا بحضرتك دكتور مدحت. نبدأ سريعا. نعم. عندنا برامج حماية كثيرة. نعم. وما بين دعم مباشر. نعم. ودعم عيني ودعم نقدي ودعم تدريب وتأهيل وتدريب تحويلي، متنوعة. ولكن هل هذا هو الحال في برامج الحماية الاجتماعية في كل دول العالم، أم أن هذا نموذج يعني درج على استخدامه في مصر؟ بعد تكرار التحية لحضرتك أستاذ عاصم والأهل مزبيرو جميعا، ما زلنا
ما زلنا في 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 طور رعاية الدولة للمواطن المصري. عاصم بيه بعد 2011 وما حدث من تبعات سيئة وغير وسلبية وغير إيجابية وكادت أن تطيح بمصرنا الحبيبة إلى غيابات الجب، وتولت القيادة السياسية الحالية الرئيس ورفاقه، الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفاقه، حدث أن صعدت مصر الجبل بكامل حمولتها. لم تتخلى عن الفقير، عن المرأة المعيلة، وحضرتك أشرت بحرفية مهنية تامة للبرامج، ده حقيقة فعلا، للبرامج السابقة اللي هي دعم مباشر وغير مباشر. احنا حضرتك بقالنا 48 ساعة بنتناقش في الخمس نقاط اللي هم الخاصين ب 300 جنيه الزيادة، برفع حد الإعفاء الضريبي، وهي نقاط كنا في حاجة إليها. لكن لماذا كنا في حاجة إليها إلى هذه؟ التطورات الاقتصادية الأخيرة يا أستاذ عاصم جعلت من مصر مثلت عبء غير عادي على مصرنا الحبيب. وبقول لمواطننا الكريم ومشاهدنا المحترم إن كل هذه التبعات لم تكن نتيجة أخطاء حكومية أو أخطاء قيادية أو سياسية مصرية، كانت نتيجة التبعات للكوارث العالمية التي حدثت رغم إرادتنا في العالم الخارجي. وأولها ما حدث، إحنا كنا بإصلاح الاقتصادي 3 نوفمبر 2016 وانطلقنا، وهو ما مكننا من مواجهة كورونا وأخواتها. ولكن كورونا وأخواتها عصت على، كانت تسببت في الإطاحة بنظم كثيرة. بدأ هنا يحدث نوع من الدعم الغير عادي. أنا لا أدعي أننا وصلنا إلى دولة الرفاه، ولكننا ما زلنا ندعم المواطن دعما مباشر وغير مباشر، ولم نتخلى عن هذا أو ذاك. ولكن أعقاب 2000 كورونا وما وأخواتها، وما بدأنا أن نستفيق إلا وجاءتنا الحرب الروسية الأوكرانية وتبعتها وارتفاع أسعار القمح وما إلى ذلك. وفي وسط هذا تحدث التطورات البيئية الغير مسبوقة على مستوى العالم، هذه حرائق هنا وهذه فيضانات هنا، كل هذا يرفع من فاتورة الغذاء، والأمم تزحف على بطونها كما تعلم حضرتك. كان على الحكومة المصرية التي كانت تتمسك هي وقيادتها بتحقيق الفائض الأولي وتخفيض العجز في 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 في, في, في موازنتنا المصرية الحكومية، أن تتخلى عن كل هذا لصالح المواطن. هذه 100 مليون للكمامات وعلاج كورونا والأمصال وما إلى ذلك. وتندهش حضرتك حينما ترى ترتيب مصر الإفريقي والشرق الأوسط والعالمي في موضوع رعاية الأمة الحكومة المصرية لمواطنيها في جائحة كورونا. كان لازما بعدها على حكومتنا أحيانا تكون القرارات إجبارية وليست اختيارية، خاصة حينما يكون القائد حكيم. والحكمة كأكاديمي متخصص في الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، أحيانا أصف الحكمة بأنها ذلك المبدأ الخفي الذي يستخدمه القائد حينما تستدعي الحاجة لذلك. استدعت الحاجة إلى ذلك. حضرتك تابعت وتابعت حضراتكم وقناتكم الموقرة 23 ل 25 المؤتمر الاقتصادي المصري. الكل يا عاصم بيه يرمز إليه بأنه المؤتمر الاقتصادي المصري، وهو حقيقي مؤتمر الاقتصادي المصري. لكن كم من القرارات اتخذت لصالح البعد الاجتماعي، لصالح نعم. لذلك يعني أكتب حاليا فيما أسميه الميثاق المصري العصري. هو ليس اقتصاديا فقط على كتابعات للمؤتمر وتلخيص ل21 توصية في خمس محاور. سيادة الرئيس قال ستكون ملزمة تشريعية بإذن الله لما يتفق عليه، حدد مدة زمنية للانطلاق وليست لطول الدراسات وما إلى ذلك. يعني إذن نحن أمام سياسات تفعل على الأرض، لا برامج تناقش وتطول ثم تندثر في الأدراك. وهذا ما أسعدني بجدية، عفوا إن كنت قطعت حضرتك، بس هذا ما أسعدني جديا. في البداية أنا مواطن مصري أكاديمي، أستاذ جامعة، صديق، قارئ، لا، أنا مواطن مصري أعيش في وسط هذا المجتمع، أحاور طلابي ويحاوروني وفي القاعات وما إلى ذلك.
ألمح يعني سعادة كان ينتظرها المواطن. نحن مقدمون على الحوار الوطني، نحن مقدمون على كوب 27، مصر الآن مركز للأحداث الجلية في الشرق الأوسط، ولكن ما يخص المواطن منها هو ما يسعده، أن الحوار لم يكن حوار الأكابر مع الضعفاء أو الفقراء، كانت مائدة مستديرة مثلما نجلس أنا وحضرتك دلوقتي، كانت مائدة مستديرة. من رئيس الجمهورية، دولة رئيس الوزراء، كافة الوزراء ونوابهم وأساتذة الجامعة والخبراء والأكاديميين، وكان يزين هذه الترابيزة هؤلاء المعارضون والطارحون لشكواهم واستمع الجميع جيدا، وهذه تحدث لي انعكاس طيب أننا على الطريق الجاد، نحن نصلح. الأمة المصرية كانت تسير قدما للأمام درجة تلو درجة، صحيح أننا لم نقفز، وأنا لست مع أسلوب القفزات، فقد تأخذنا قفزة إلى المجهول، لكننا كنا نسير وتراجعت الدنيا، أوسعونا غمزا وهمزا ولمزا مثلما يوسعون الآن على سعر الدولار. تذكر حضرتك في نوفمبر كان 2016 كان سعره كام؟ 2000 فتحنا يناير بكام؟ يناير 2017 وبدأ التراجع. لا أعترض على قدر الله، على قدر الله عز وجل، لكن جائحة كورونا جاءت وألقت بثقلها علينا، وهنا قد نجونا منها لتجيء الحرب الروسية الأوكرانية، لتجيء ارتفاعات إلى ذلك. المؤتمر الاقتصادي ذو أبعاد اجتماعية ومتخصص في التنمية المستدامة وحلم علمي العمر العلمي والعملي. نعم. قضيت سنوات طويلة في هذا المجال وما زلت، وكانت وما زلت أفخر أن رسالتي في الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة كانت في التنمية المستدامة، وقت أن كان يتحدث البعض عن التنمية المستدامة سواء كان يدركها تماما بأبعادها المختلفة وأهدافها الحالية أم لا يدركها. الآن البعد الاجتماعي هو أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، ويجاوره البعد الاقتصادي والبعد البيئي. هذه الأبعاد كلها رأيتها في مؤتمر الاقتصادي، وكنت قد أضفت في دراساتي سواء في الدكتوراه أو في الأبحاث التالية أنه توجد ضرورة ماسة للبعد السياسي والبعد الثقافي والبعد العقائدي، وكذلك البعد الإداري الذي يتوسط هذا لينسق بين هذه الأمور جمعاء. طيب، المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قدمت فيه أفكار كثيرة، نعم، تبادل الجميع الرأي ما بين مؤيد ومعارض ربما لهذه الفكرة أو تلك، وفي النهاية خرجت توصيات، وحضرتك ذكرت أنها في 5 اتجاهات، نعم، مختلفة. لكن برأي حضرتك أي من هذه التوصيات يمكن أن نطبقه مباشرة، وأي منها ربما يحتمل الإرجاء ولو لقليل لحين استتباب الأمور أو أن نصل لمرحلة معينة نستطيع تطبيق هذه البنود بفعالية وبأريحية أيضا؟ دائما ما كنت أسمع الأولوية للمعركة. المعركة الآن تصب في هذا البعد الاجتماعي الذي سيساعد المواطن على تقبل ودعم كل هذه القرارات الاقتصادية. لذلك حصل فعل قيادتنا السياسية حينما بادرت إلى المواطن بهذه القرارات التي تطمئنه بعد الشيء. المواطن المصري اعتاد على أن يمر بأزمات وحروب وكوارث وما إلى ذلك، وهو يصف خلف الدولة الآن لأنه اقتنع بقيادته واقتنع بما يقومون فيه، وصدقت القيادة معه فصدق هو وأيدهم واصطف في خلفه. لكنه في الآخر هو مواطن، لديه أطفاله ولديه رضع ولديه زوجة ولديه مسؤوليات، هنا نساعده على تجاوز هذا الصعاب. هذا منحنى خطر يجب أن تتجاوزه مصرنا الحبيبة بسرعة وثبات في هذا المنحنى الخطر. نعم، لذلك ساعدت بهذه القرارات. وبمناسبة الخطر أصارحك إنني تخوفت حينما صدرت التعديلات صبيحة يوم الخميس وهو يوم عمل فيما ما يخص بالأسعار وقرارات البنك المركزي وما إلى ذلك. عادة
تصدر هذه القرارات مساء يوم الخميس وصبيحته الجمعة، وقد يكون تاليه أجازة. أو أما أن تصل هذه الثقة المتبادلة ما بين الحكومة والشعب وما إلى ذلك إلى إعلان هذا، ثم أعود بحضرتك إلى إشارة السيد الرئيس إلى بقاء الأوضاع السعرية على ما علي، لا زيادة في أسعار الكهرباء، لا استبعاد لأحد من بطاقات التموين حاليا، لا استمرار كل هذه الأمور إلى 30/6/2023. يمكن هذا برضو أحدث نوع من الاتزان. طيب على مستوى أو على صعيد الآخر، اللي بينبص على السوق المصري كباعتباره ممكن سوق واعد، سوق محتمل ليه، سوق استثمار ممكن يقدم له فرص جيدة، عندما يتابع هذا المؤتمر الاقتصادي برأي حضرتك بماذا يخرج ربما مستثمر أجنبي؟ المستثمر ده ممكن يكون شركات كبرى حول العالم، مليارات، ميزانيات دول ربما تحت أيدي شركات. كيف يساهم هذا المؤتمر أو كيف يستقبل هذا المؤتمر وما جاء فيه أمام هذه الكيانات؟ تابعنا الأخبار عقب الجلسة الختامية للمؤتمر، ولم تكن مصرية فقط ولا عربية فقط، خاصة من أشقاؤنا في الخليج والدول التي تبادلنا الحب وتبادلنا الاحترام والتقدير، بل كانت من المؤسسات العالمية وما إلى ذلك. أثناء انعقاد المؤتمر ستاندرد أند بور ثبتت التصنيف الائتماني لمصر على عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحضرتك تعي جيدا ويعي مشاهدنا الكريم المتخصص في هذا المجال ماذا تعني نظرة مستقبلية مستقرة، ماذا تعني أن تشير الأمم المتحدة إلى مشروع حياة كريمة، أن اذهبوا وطبقوا هذا المشروع الناجح الرائع الذي تطبقه جمهورية مصر العربية. أعود إلى سؤال حضرتك، المستثمر الأجنبي لا يأتي إلى 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 بلد أو إلى ما إقليم إلا بعد أن يرى العمل قد بدأ من المواطنين، من أصحاب الأرض أنفسهم وما إلى ذلك. هو يدرس ما شكواهم ومعارضتهم وكيف يفوزون وكيف يتحسبون للخسارة ومقدار الضرائب ومقدار. ما حدث في مؤتمرنا الاقتصادي هو كان حل للغالبية العظمى، وأنا بقولها كراجل أكاديمي متخصص، لدي طلاب يسائلوني وأساتذتي يقولون لماذا قلت هذا ولهذا، ولزملائي، وتتحول لقاؤنا في الصباح في الجامعة إلى استفسار، قلت هذا أمس في برنامج من القاهرة وقلت لا، أنا أقولها وعلى مسؤوليتي أنها قضت على الغالبية العظمى من المشاكل التي يتضرر منها المواطن المصري المستثمر المصري، وهو ما سيشجع المستثمر الأجنبي على الحضور. وإن كنت أشير بعد إذن حضرتك إلى أن هنالك من المستثمرين الأجانب الكبار التي ميزانيتهم تعادل ميزانية الدول عادوا للعمل، ما الذي دعا الشركة الألمانية الشهيرة في مجال السيارات إلى العودة، ما الذي جعل اليابانية الشهيرة أيضا في مجالات السيارات إلى العودة، ما الذي يجعل التنين الصيني يبحث ويدق جيدا ويلقي بثقله هنا، هو والدب الروسي. العم سام ما زال مترددا في القدوم، يتقدم خطوة ويتأخر خطوة. حينما خرجت بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبي، أول اتفاقية شراكة سعت لتوقيعها مع مصرنا الحبيبة، وتم التوقيع بالفعل بالأحرف الأولى وهنالك مناقشات للاستكمال، لولا قد يكون في وجهة نظري ما يحدث في بريطانيا الآن أو في إنجلترا الآن من اضطرابات، هذا يتلو هذا ووفاة الملكة ثم تغير الحكومة الآن حكومات المتتالية. ولو أن الرئيس الحكومة الجديد هو وزير الخزانة السابق، فبالتالي ربما سوناك لديه فرصة جيدة لتطبيق ما كان يعب به عندما كان وزير الخزانة. طيب بالعودة إلى المؤتمر الاقتصادي المصري، إحنا ناقشنا كيف ينظر الآخر لهذا المؤتمر، ولكن هناك سؤال مهم. المواطن البسيط الذي ليس متخصصا في الاقتصاد وربما كل اهتمامه هو المساعدة التي يتلقاها من الدولة، ولو أن كلمة مساعدة ربما تقلل من قيمتها، هذا حقه على الدولة و
وهذا واجب الدولة تجاهه، لأنه مواطن بسيط يكافح ويبقى ثابتا على هذه الأرض. هذا المواطن الآن ربما بالنسبة له مسألة هي 300 جنيه زيادة، وحضرتك تعلم أن 300 جنيه ربما لا تؤدي الكثير والكثير هذه الأيام بلغة الأرقام. لكي نفهم 300 جنيه على المدى الأوسع وعلى مستوى مظلة الحماية الاجتماعية، إلى أي مدى هي عبء على الدولة تضيف على يعني أكتافها من ناحية، وإلى أي مدى أن 300 جنيه اللي تبدو صغيرة من وجهة نظر المواطن أو قليلة من وجهة نظر المواطن، لكن ممكن أن تؤدي إليه الكثير في هذه الأيام والقادمة. حضرتك تعلم أكيد أن هي مش ليست فقط 300 جنيه فقط، لكن هي جزء على راتبه. التكلفة بالمناسبة الإجمالية لهذه الحزمة حتى 30 يونيو 2023 67 مليار جنيه، وهو رقم ليس بالبساطة في مثل هذا التوقيت، بالإضافة إلى رفع الإعفاء الضريبي من 24 ألف إلى 30 ألف تكلفة أخرى، تثبيت أسعار البنزين في ظل ارتفاع المحروقات وما إلى ذلك في العالم كله أمر ليس بالبسيط، عدم خروج المواطن وما إلى ذلك، أسعار المواد التموينية الجديدة التي أعلن عنها السيد دكتور وزير التموين وما إلى ذلك، كل هذه أعباء على الدولة تصف في المواطن. أكثر من 300 جنيه بكثيرا جدا. وبعدين عاصم بيه 300 جنيه ذهب بالدرجة الأولى من أول نوفمبر القادم إلى العاملين بالحكومة وما إلى ذلك، ويمكن هنالك مناشدات حكومية وتوجيهات غير حادة ولكنها بالمشاركة في هذه الأمور. وأنا أناشد أيضا أصحاب الشركات الذين الاعتمادات المستندية ارتاحوا منها، وهذا قرار ستنتهي في 31/12/2022 تمهيدا لهذه الأمور. كل هذا سيجعل البضائع الموجودة بالمواني والخارجة من هذا ومن هنا ومن ذلك تخرج. وهو سيؤدي إلى اعتدال الأسعار، وسيحدث نوع من التراجع في سعر الصرف نتيجة عدم التكلف، مع فتح الاستيراد للأساسيات. أنا لا أتحدث عن السلع الاستفزازية وما إلى ذلك والسيارات الأساسيات فقط. كل هذا سيجعل المواطن يشعر بما نقول عليه في العلوم الإدارية والسياسية cost benefit analysis، هنالك تكلفة وهنالك عائد. المواطن المصري أراهن عليه مثلما تراهن عليه قيادتنا السياسية أنه يعي جيدا حينما يجد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها معه ولا تدخر لما تعبث به هنا أو هنا أو لا قدر الله، مع اعتذاري عن كلمة العبث دي، لأن احنا لدينا حكومة جادة، هو يصف خلفها ولا يبالي بهذا يقول وذاك يقول وما إلى ذلك رغم صعوبة الموقف. نعم، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، الأكاديمي الدكتور مدحت صالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه المعلومات. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من القاهرة على شاشة الأخبار.